تصل ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة ولا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الشعوب المقهورة في إيران. مشاهدي الكرام، التصور عن الأحوازيين حقيقة يزداد الاهتمام فيه من خلال الباحثين ومن خلال أيضا حتى المجتمعات بشكل عام. والأحوازيين يعني في الأحواز حقيقة هم السبب في أن الإعلام يهتم بقضية الأحواز بشكل كبير، في أن الناس تلتفت إلى القضية الأحوازية، وهذا يدل على أن هناك وعي وحراك ونضال في داخل الأحواز على وجه الخصوص. أنا سأعرض لكم فيديو، ويعتبر هذا الفيديو مؤشر كبير على أن الأحواز وأهل الأحواز لا زالوا محتفظين بهويتهم العربية، بتقاليدهم، بأنهم يفكرون في التحرير، في أن الأرض تتحرر من هيمنة النظام الإيراني، ومن غير يعني تطويل كلام زي ما يقولون أو أن نعمل مداخلة، هذا الفيديو يعني يكفي ألف كلمة وكلمة عن احتفاظ الأحوازيين بهويتهم. نشاهد. لما نشاهد الفيديو تشاهد هؤلاء الذين يمشون في الشارع، يعني قد يتصور الإنسان بأن يقول هذا في البحرين، هذا في السعودية، هذا في الإمارات، يعني هؤلاء أبناء عمومتنا. ما أحد يتوقع بأن مثل هؤلاء الذين يعني يمشون الآن في الشوارع ويلبسون الشماغ والثياب بأنهم داخل إيران. هؤلاء حقيقة هم تاج الرؤوس، وهم الأمل بعد الله عز وجل في أن يعيدوا الأمجاد إلى تلك المناطق التي توغل فيها النظام الإيراني منذ 93 عام. تحية إجلال وإكبار للشعب العربي الأحوازي، وأيضا أنتم، أقول أنتم، مثل هذه المشاهد ومثل هذه الصور ومثل هذه الهتافات ومثل الهوسات التي نسمعها يعني بين كل فترة وأخرى، وحتى في محافلكم الرياضية، تشعرون حقيقة بالخجل بأننا لم نعمل مع قضية الأحواز يعني الشيء المطلوب، ولكن أنتم مستمرون رغم التضييق، والغير لديه الإمكانات ولكنهم حقيقة مقصرون، والله المستعان. الآن أنتقل معكم مشاهدي الكرام إلى فقرة جديدة من فقرات حلقة هذا المساء مع الأخبار، فإلى العناوين.
الإعلان عن تدشين قناة فضائية أحوازية تنطلق قريبا، والطاقات الأحوازية هي العمود الأساس للعمل في القناة. محمد السلامي يهاجم معمما صفويا بعد إساءته للصحابة، ومخابرات الاحتلال الإيراني تعتقله. ناشط تركي آذري ينفذ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإيراني، وظروف اعتقاله غير قانونية. احتجاجات للصيادين الأحوازيين أمام مبنى قائم مدينة دير، والحرس الثوري يواصل ممارساته العنصرية. المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان يدير اعتقال الشيخ مولى شميل المدحجي، والاعتقال جاء على خلفية احتفال عيد الفطر المبارك. ثلاثة ملايين مدمن للمخدرات في إيران. هجوم للمقاومة الكردية يسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الاحتلال، وإيران تعترف بالهجوم. كمين لمقاتلين بلوش يسفر عن جرحى بينهم قائد في الجيش الإيراني، والاحتلال يصفهم بالمهربين. مدينة خرم آباد تشهد احتجاجات بسبب إفلاس بنك أرمن، والبنوك الإيرانية تتسابق في إعلان إفلاسها. أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أنها بصدد تدشين بث قناة فضائية أحوازية تحمل اسم أحوازنا، وذكرت الحركة أن القناة ستساهم في تنمية الفكر المقاوم في الأحواز لمواجهة أعداء الشعب العربي الأحوازي الذين يعملون ليل نهار من خلال أجهزتهم المخابراتية والأمنية أو إعلامهم المرئي وغير المرئي للنيل من إرادة الشعب العربي الأحوازي. وجاء في بيان للحركة نشرته على موقعها الرسمي بأن هذه القناة الفضائية الأحوازية قد خطط لها لتكون منبرا حقيقيا للتعبير عن القضية الأحوازية، وسيكون عمادها الأساس هي الطاقات الأحوازية المؤهلة مدعومة ببعض الخبرات العربية في مجال الإعلام. ونوه البيان على أن هذه القناة ستكون منفتحة على كافة الأحوازيين بمختلف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية. وللتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا الآن الناشط الأحوازي السيد عيسى بن مهدي الفاخر، وهو عضو المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. مساء الخير أستاذ عيسى. مساء النور، يا هلا بك شيخ عبد الله وبكافة كادر قناة وصال الموقرة ومتابعينكم الكرام. الله يحييك، أنا أبارك لكم حقيقة بتدشين هذه القناة التي تعتبر أول قناة فضائية أحوازية يقوم عليها أحوازيين، ونسأل الله أن يجعل فيها الخير للأحوازيين ولأمة الإسلام في كل مكان. سيد عيسى، حدثنا عن فكرة هذه القناة، كيف تمت هذه الفكرة وكيف تم تدشين انطلاقتها؟ طبعا طال انتظار هذه القناة وهذه الأمنية التي دائما الشعب العربي الأحوازي دائما ينتظر أن تكون له قناة تتحدث باسمه، تساهم في تنمية الفكر المقاوم، أيضا تربط بين الخارجي والداخل،
تتحدث عن معاناته، عن ثقافته، عن ما يدور داخل الأحواز. هذا منذ زمن ونحن ننتظرها كأحوازين، مع أن هنالك بعض القنوات التي ناصرت القضية الأحوازية كقناة وصال وصفاء وغيرها من القنوات، ولكن دائما نحن ننتظر أن تكون لدينا قناة تكون خالصة 100% كقناة أحوازية، يكون كادرها أحوازي حتى يتلمس معاناة الشعب العربي الأحوازي. الحمد لله حركة النضال ومنذ فترة وهي تحاول بقدر الإمكان أن تقوم بإنشاء هذه القناة، واليوم الحمد لله استطعنا أن نحقق هذه الأمنية التي طال انتظارها، وهي تدشين قناة أحوازنا لتكون في قمر نايلسات، حتى تكون بمتناول اليد لكافة المواطنين الأحوازيين من شمال الأحواز من عيلام إلى مضيق باب السلام. نعم. هذه القناة إن شاء الله سيكون كادرها هو الإعلاميين الأحوازيين أو أبناء الأحواز المؤهلين الذين يتمكنون من تقديم البرامج، إن كانوا من طريق الإعلام المرئي أو يستطيعون من خلال كتابة التقارير أو الأخبار أو إعداد بعض الأمور داخل القناة. نعم. أيضا نحن لا نستغني عن الخبرات العربية، خاصة الأخوة من كافة الأقطار العربية لديهم الباع الطويل في العمل الإعلامي، ويعتبرون هم الخبرات التي نستطيع أن نأخذ منها التجارب، نأخذ منها العمل الصحيح، حتى حين الانطلاق ننطلق انطلاقة جيدة وناجحة جدا، نستطيع أن نلبي بعض طموحات أبناء شعبنا العربي الأحوازي. نعم. بما أن يعني هذه القناة هي طبعا أنتم أعلنتوا عنها في حركة النضال، لكن هل ستكون يعني خاصة بأفراد حركة النضال، أم أن القناة هي تعتبر يعني ترحب بأي أحوازي حتى لو كان يعني من تنظيمات أخرى أو من مستقلين؟ صحيح أن القناة هي تم تأسيسها أو الآن تدشينها من قبل حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ولكن ستكون القناة منفتحة على كافة أبناء شعبنا العربي الأحوازي بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، إن كانوا في الداخل أو الخارج. نحن لا نستغني عن أي مقترح يقدم لنا من قبل التنظيمات الأحوازية أو من قبل الناشطين الأحوازيين أو ممن لديه الخبرة في هذا المجال. أيضا يمكن للجميع أن يشاركوا في هذه القناة، لأنها صح تم تدشينها من قبل حركة النضال، ولكن هي القناة تعتبر قناة لكافة الأحوازين، وهذه أنا أقولها ومتيقن وواثق منها، القناة لكل الأحوازين، كل من يستطيع أن يشارك في هذه القناة أو يساهم فيها أهلا وسهلا به، ونحن نستقبله بصدر رحب كما كنا سابقا، وهذا ما نتوقعه، نتوقع المشاركة، نتوقع المساهمة، نتوقع مساعدتنا من قبل أخوتنا في التنظيمات الأحوازية الأخرى أو الناشطين الأحوازيين أو ممن هم لا زالوا داخل الوطن، ممن لديه الخبرة، ممن لديه الإمكانية لدعمنا في هذه القناة، دعمنا من خلال كتابة التقارير أو إرسال المقاطع، أو يمكنه أن يصل هنا ليشارك فيها، فليست لدينا أي مشكلة أبدا. طيب. أيضا أخي أبو أصيل، إن شاء الله قريبا من خلال موقعنا سنعلن عن افتتاح صفحة عبر الفيسبوك وأيضا عبر التويتر، لتكون هي الواجهة لهذه القناة للإعلان عن الدعايات الخاصة بالقناة أو الأخبار التي سوف ننقلها تباعا خبر بعد خبر، إن شاء الله تكون هي الواجهة لهذه القناة، وسنعلن عنها إن شاء الله في القريب عبر موقع أحوازنا، موقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. نعم. يعني هنا يعني أسئلة حول القناة، يعني سؤال يذكر يعني
هل خط القناة يعتبر سياسي أو اجتماعي أو يعني كيف سيكون توجه القناة؟ القناة سوف تتناقل كل ما يحدث بالأحواز، يعني هي موجهة وتستهدف المواطن الأحوازي بالداخل. نحاول من خلالها أن ننمي الفكر المقاوم، مقاومة الاحتلال بكافة الطرق، مثلا المقاومة السلمية، نحاول أن نساهم في توعيته كيف يطالب بحقوقه المشروعة، أيضا ننقل ما يحدث داخل الأحواز بالشكل الصحيح للعالم حتى الجميع يعرف ما يحدث داخل الأحواز. أضف إلى ذلك أحيانا داخل الأحواز، وبما أن مساحة الأحواز كبيرة أيضا وعدد سكانه أكثر من 12 مليون نسمة، لذلك دائما حينما يحدث حدث على سبيل المثال في عيلام أو في السوس، ربما في جنوب الأحواز لا يعلمون عن ما يحدث هناك، والعكس أيضا نفس الشكل. لهذا هذه القناة سوف تكون هي الرابط بين الجنوب والشمال، بين الشرق والغرب داخل الأحواز، أيضا بين الخارج والداخل، حتى كل ما يحدث الجميع يعلم به. إن شاء الله هذه القناة سوف تدخل كافة بيوت الأحوازيين، وأيضا تهتم بالأمور الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية التي تعني داخل الأحواز. أيضا سيكون فيها متسع من الوقت، سيكون للشعوب غير الفارسية، يا سلام، الآذريين، البلوش، فهؤلاء كلهم رفاقنا في دربنا في هذا الدرب لمواجهة الاحتلال الفارسي، وبكل تأكيد لن نستغني عنهم وسنعطيهم ذلك الوقت حتى يستطيعون أن يتواصلوا مع شعوبهم. يعني هذه حقيقة بشرى خير أستاذ عيسى، لما يعني ذكرت بأن القناة ستوفر يعني مثلا وقت أو ساعات للأقليات الأخرى كل بلغته، يعني هذا يعتبر شيء جيد وخبر يعني نزفه إلى الشعوب الأخرى، وبلا شك أنه سوف يكون يعني مساند ويعني يقوي من مقاومتكم ضد النظام الإيراني. أستاذ عيسى، طبعا يعني هناك يعني تساؤلات كثيرة من المتابعين عن قضية الموقع، المقر، موعد الانطلاقة، عن التردد، يعني رقم التردد. طبعا القناة سيكون لها مكتب في هولندا وأيضا مكتب في الدنمارك، نعم، بالإضافة إلى مكتب في أحد الدول العربية للإنتاج، نعم. هذا من جانب. أما التردد إن شاء الله قريبا سنعلن عنه، يعني حتى ننتهي من بعض الإجراءات، ولكن إن شاء الله بالقريب العاجل، ربما أقل من شهرين، بالشهر أو يعني في هذه الفترة سنعلن عن تردد القناة. وستبدأ القناة بالبداية ببث تجريبي، وبعدها إن شاء الله ستنطلق الانطلاقة التي ينتظرها منا أبناء شعبنا في الداخل. يعني الانطلاقة تكون بعد شهرين أو ثلاثة تقريبا؟ إن شاء الله في هذه الفترة سنعلن عن انطلاقتها إن شاء الله خلال الشهرين الآتية. طيب، يعني بعد إعلانكم للتدشين، هل واجهتم مثلا ردود أفعال خصوصا من وسائل الإعلام الإيرانية حول هذا الموضوع؟ حتى هذه اللحظة وسائل الإعلام الإيرانية التزمت الصمت، ولكن نعتقد أن في الأيام المقبلة بكل تأكيد سيتطرقون لهذا الأمر، لأن إنشاء قناة تتكلم باسم الشعب العربي الأحوازي سيكون لها وقع كبير في الداخل، وهذا الأمر لا يرضون به أبدا. فهم جربوا قناة وصال وقناة صفاء، كيف كان لهن التأثير على الشارع الأحوازي. مثلا أتذكر مدير جهاز المخابرات في شمال الأحواز أعلن في أحد مناسباته، قال نحن رصدنا خلال عام أكثر من 200,000 اتصال من داخل الأحواز بقناة وصال وبقناة الأحواز، وهذا يعني أن التواصل بين الداخل مع القنوات المناصرة للقضية الأحوازية مستمر وبشكل كبير. إذا كانت هنالك قناة أحوازية تنطلق خلال 24 ساعة تبث برامج تختص بالداخل الأحوازي وتغطي كل ما يحدث بالداخل، بكل تأكيد سيكون لها ذلك التأثير
نحن نرى أن هذه القناة ستنمي الفكر المقاوم الذي نحن نسعى له دائما والذي دائما نفتقده حينما لا نستطيع أن نتواصل مع الداخل سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن القناة ستفي بهذه الأمور وبهذا الغرض وستكون هي الرابط بين الداخل والخارج بإذن الله. نسأل الله لكم التوفيق أستاذ عيسى ومزيدا إن شاء الله من العمل لصالح القضية الأحوازية. كان معي مشاهدي الكرام الأستاذ عيسى بن مهدي الفاخر للتعليق حول الإعلان عن تدشين أول قناة فضائية أحوازية. انتصر المواطن الأحوازي محمد السلامي من أهالي مدينة ويس لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قام بالرد على المعمم الفارسي المستوطن حاج أغا فرين بعد إساءته لهم أثناء خطبة صلاة الجمعة الماضية. وقالت مصادر أحوازية بأن حاج أقا أفرين مندوب خامنئي والمعروف بعدائه لرموز التاريخ الإسلامي وأبطاله أساء لأم المؤمنين عائشة والخلفاء الراشدين مما استفز أهالي مدينة ويس شمال الأحواز العاصمة ودفع بالمواطن الأحوازي محمد سلامات لمهاجمته وطعنه بالسكين في كتفه. وذكرت المصادر أن المستوطن الملا آقا أفرين أصيب بجروح بالغة وتم نقله إلى قسم العناية الخاصة في إحدى مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة. وأضافت المصادر أن قوات الأمن الإيراني قامت باعتقال الشاب محمد السلامي في نفس اليوم ونقلته لجهاز المخابرات في مدينة الأحواز العاصمة. وكان حاج أغا أفرين وهو أحد مسؤولي الحوزات الصفوية قد نظم عدة محاضرات في أحياء من مدينة الأحواز العاصمة هاجم من خلالها الصحابة ورموز التاريخ الإسلامي في محاولة للانتقاص من مكانتهم والتقليل من شأنهم وبث الكراهية في أوساط المجتمع. أضرب الأسير التركي الآذري حبيب ساسنيان عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله غير القانونية وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة رغم اعتقاله منذ ما يقارب العام. وكشفت وكالة أغوز تي في عن أن الأسير ساسنيان دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 18 يوما مما يشكل خطرا على حياته حيث يعاني من مشاكل صحية بسبب تفاقم الأمراض المزمنة التي يعاني منها. يذكر أنه تم اعتقال حبيب منذ عام تقريبا برفقة مجموعة من النشطاء الآذريين الآخرين في مدينة أردبيل وهم محمد جواد زادة وبابك أوند وحميد ثقفي وإسماعيل أفخمي ويونس رحيمي. وقد وجه السلطات الاحتلال لهم اتهامات ملفقة تتضمن تأسيس تنظيم باسم قاموح والتخابر مع دول أجنبية وتسريب معلومات سرية عن الحرس الثوري بالإضافة إلى قائمة أخرى من الادعاءات. شهدت مدينة دير الأحوازية يوم الأحد الماضي احتجاجات كبيرة للصيادين العرب أمام مبنى القائم وذلك بسبب التمييز العنصري والاضطهاد اليومي الذي يمارس ضدهم. وقالت مصادر حقوقية بأن الصيادين العرب الأحوازيين تعرضوا خلال الأشهر الماضية إلى حملة عنصرية من قبل جهات أمنية تابعة للبحرية الإيرانية عرقلت عمل الصيد وتسببت لهم بأضرار مادية كبيرة. وأضافت المصادر أن العديد من سفن الصيد المعروفة بلنج تعرضت إلى عمليات تخريب متعمدة أثناء رسوها في سواحل المدينة. أصابع الاتهام موجهة إلى بحرية الحرس الثوري التي فرضت هيمنة على السواحل الأحوازية منذ سنوات وغالبا ما تقوم بعرقلة عمل الصيادين الأحوازيين تحت ذرائع مختلفة. وطالب الصيادون المحتجون من سلطات الاحتلال القيام بمسؤولياتها
ووضع حد للتجاوزات التي يتعرضون لها بشكل يومي. أدان المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان اعتقال الشيخ مولى شميل المذحجي من قبل جهاز المخابرات الإيرانية، واستنكر المرصد من خلال البيان الذي نشره اعتقال الشيخ مولى المذحجي على خلفية احتفالات عيد الفطر والذي استقبل فيها أبناء القبائل المهنئين له في بيته في منطقة الشعيبية التابعة لمدينة تستر الواقعة شمال الأحواز. وأضاف المرصد أن الاحتفال الذي أقامه الشيخ مولى المذحجي تضمن كلمات وقصائد وطنية، مشيرا على أن هذه عادة عربية أصيلة لدى الشعب العربي الأحوازي. وحمل المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان النظام الإيراني مسؤولية سلامة الشيخ مولى شميل المذحجي، وطالب منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على النظام الإيراني للإفراج الفوري عنه. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن عدد مدمني المخدرات في إيران زاد أكثر من الضعف في السنوات الست الأخيرة، وبلغ 1,800,000 شخص بحسب الإحصاءات الرسمية. هل يقتات الشعب الإيراني على المخدرات؟ الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام الإيرانية عن أعداد المتعاطين باستمرار للمخدرات مهولة. فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد مدمن المخدرات في إيران زاد أكثر من الضعف في السنوات الست الأخيرة وبلغ 2.8 مليون فرد. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات برويز إفشار لوكالة الأنباء الإيرانية الطلابية: هناك 2.8 مليون شخص يستهلكون المخدرات بانتظام من أصل 80 مليون نسمة. وبالاستناد إلى خبراء في وزارة الصحة والمنظمة الخيرية والمركز الذي يمثله، أكد إفشار أن عدد المدمنين كان 1.3 مليون قبل 6 سنوات، وأوضح أن 66.8% من المدمنين يستهلكون الأفيون، و11.9% يستهلكون الماريجوانا، و8.1% يستهلكون الميثام فيتامين. وتعتبر إيران أحد الممرات الرئيسية لنقل المخدرات الآتية من أفغانستان إلى أوروبا والشرق الأوسط بحسب تقارير لمنظمات حكومية ومدنية أوروبية. وزاد إنتاج الأفيون في أفغانستان بشكل كبير منذ التدخل العسكري الأمريكي في 2001 للإطاحة بنظام طالبان. وكان موقع تقاطع، وهو أحد أهم المواقع الناطقة بالفارسية، قد نشر مقالا للباحث والكاتب الإيراني مجيد محمدي كشف فيه عن دور الحرس الثوري الإيراني في تجارة المخدرات. وبلغ دور الحرس الثوري في تهريب المخدرات درجة أثارت احتجاج رئيس منظمة التفتيش العام الإيرانية مصطفى بور محمدي، الذي أكد في مقابلة له مع صحيفة تجارت فردة موضحا أن تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال خيانة للبشرية، ولا فائدة ولا خير فيها لتقوم إحدى الأجهزة بممارسته، في إشارة لدور الحرس الثوري. يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات في إيران يبلغ مليارات الدولارات، وهذا ما كشفه نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات الإيراني في مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، حيث أكد أن حجم تجارة المخدرات في البلاد يبلغ حوالي 3 مليارات دولار. أكد مصدر كردي أن مجموعة مسلحة كردية نصبت كمينا محكما في مرتفعات كاني خدا الواقعة بالقرب من الحدود العراقية لدورية حرس الحدود التابعة للحرس الثوري. وأضاف المصدر أن المقاتلين الكرد تمكنوا من استهداف الدورية وتدميرها بشكل كامل، ما
مشيرا أن الضباط والجنود الإيرانيين الذين وقعوا في الكمين سقطوا جميعا قتلى أو جرحى حتى لم يتسنى للمهاجمين التأكد من ذلك. من جانبها أكدت القوات المسلحة الإيرانية التي تعرف اختصارا بناجا هذا الخبر، وأفادت أن قوات الحرس اشتبكت مع من أسمتهم بالأشرار والمجموعات المعاندة. إلى ذلك أكد مصدر بلوشي مطلع نبأ وقوع حرس الحدود الإيراني في كمين آخر نصبه مقاتلون بلوش في مدينة قرقري، وأضاف المصدر أن المقاتلين البلوش تمكنوا من إصابة قائد قوات حرس الحدود الذي يشرف على حدود شمال بلوشستان وجنديين آخرين بإصابات بليغة، وتم تدمير العربة العسكرية التي كانت تقل حرس الحدود بالكامل. وأكدت القوات الإيرانية المسلحة حدوث الكمين الذي وقعت فيه الدورية التابعة لقوات حرس الحدود في منطقة قرقري، وأشارت أن الاشتباكات استمرت لأكثر من 30 دقيقة مع من وصفتهم بالمهربين. شهدت مدينة خرمآباد عاصمة إقليم لورستان يوم الأحد الماضي احتجاجات واسعة أمام مبنى المحافظة بسبب إفلاس بنك أرمن التابع للحرس الثوري الإيراني. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجمهر المئات من المواطنين أمام مبنى المحافظة رافعين لافتات تطالب محافظ المدينة باسترداد أموالهم من بنك أرمن الذي أعلن إفلاسه منذ أسابيع. وندد المتظاهرون بسياسة التجاهل التي تتبعها الحكومة إزاء مطالب المواطنين المشروعة في هذا الخصوص. وحظيت هذه المظاهرة الاحتجاجية بدعم جماهيري كبير، حيث تعاطفت مجاميع من المواطنين أمام المحتجين من خلال الوقوف بجانبهم والتنديد بسياسة الحكومة التي أسموها سياسة السرقة المنظمة لأموال الشعب. الجدير بالذكر أن المدن الإيرانية أو الخاضعة تحت احتلالها تشهد باستمرار احتجاجات جماهيرية كبيرة للآلاف من المواطنين الذين خسروا أموالهم بعد إعلان العديد من البنوك الإيرانية الإفلاس في الأشهر الماضية، وفي مقدمتهم بنك كاسبين المعروف. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذه الفقرة، ألقاكم بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم وأيضا مشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم، ويحبذ أن تكون المشاركات في كيفية إسقاط نظام الملالي. هل سيكون إسقاط نظام الملالي عن طريق المواجهة العسكرية، أم ستكون عن طريق يعني وجود معارضة أو في تغيير النظام الإيراني، أم أنها تكون في تقسيم المحيط أو جغرافيا إيران الحالية إلى أقليات متفرقة، أم يعني كيف يكون هذا الموضوع؟ نتمنى أن نسمع مشاركاتكم حول هذا الموضوع، لأن حقيقة دائما يعني بعض السياسيين يرى بأن إسقاط نظام الملالي لا يكون إلا عن طريق تقسيم إيران وتفريق الشعوب وإعطاء السيادة لكل شعب تم احتلاله من النظام الإيراني، لأن المواجهة العسكرية قد لا تكون خيار، لكن حينما يكون هناك ضغوط من الأنظمة الأوروبية أو يكون هناك مطالبات بحق تقرير المصير، سيكون هذا يعني يعتبر تمهيد لإزالة نظام الملالي. طبعا هذا الموضوع يعتبر موضوع صعب ومعقد، لكن لن يكون هذا إن شاء الله
بالمستحيل وسيكون تحقيقه بشكل قريب، لأن يعني الشعوب الموجودة هناك يعني تشكل ثلث أو النصف من المجتمع الإيراني، ولا بد أن تكون السيادة موجودة في أذربيجان وفي كردستان وفي الأحواز وفي تركمانستان، ومثل يعني هذه المطالب لن تكون بالصعب بإذن الله عز وجل. طبعا وصلني خبر يعني عاجل من الناشط الحقوقي سعيد حميدان الأحوازي، ذكر بأن المواطن الأحوازي محمد كعباوي من مدينة ملة ثاني قتل في سجن سبيدار إثر التعذيب من قبل سجانة الاحتلال الإيراني. طبعا هذا الخبر وصلني قبل قليل من سعيد حميدان بأن محمد كعباوي قتل في سجن سبيدار من مدينة ملة ثاني بسبب التعذيب من قبل سجانة الاحتلال الإيراني. معي مداخلة أحمد من الأحواز، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخي؟ أهلا وسهلا، تفضل حياك الله. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أحمد. لأجل هذا الاحتلال أنا أقول بأن لا أحد من هذه الناس يحتاج إلى ألو. نعم نعم معك يا أحمد. الآن يعني أنت تعتبر نفسك محتل من النظام الإيراني؟ النظام الآن كل من يعلم بأنه من أهل نتكلم عن النظام الإيراني أحمد، يعني أن تقول لك صوت التلفاز يا أحمد. إذا أعلن بأنه من أهل السنة والجماعة إذا أحد أعلن بأنه من أهل السنة والجماعة أو يسجنون لمدة سنة أو سنتين أو لا أعلم أو يأخذون إلى مكان مجهول، ولكن أنا أقول إذا الناس كلهم أقبلوا الدعوة وكلهم أصبحوا من أهل السنة لا يحتاج إلى أحد أن يظهر للشوارع وأن يطالب بحقه، حتى إذا أصبحوا من أهل السنة أنا أقول بأن يسكنون بيوتهم ولا يحتاج إلى أن يسمعوا كلام المعممين حتى أن تجارتهم وكل منافعهم كلها من لأجل أن يدعون إلى الشرك، وإذا أحد من الناس لا أحد يسمع كلام المعممين فيخسرون، ولا أحد يسمع كلامهم ومن ثم إذا خسروا لا أحد يذهب إلى المساجد ولا أحد يصلي وراءهم، فأنا أقول إذا يفعلوا هذه الناس سيكون لهم. ولكن الآن سيكون أنا بنقل. ألو. الآن يا أحمد لا يوجد عندكم مساجد، يعني كيف الناس يذهبون إلى مساجدهم؟ أقول لا يوجد لديكم مساجد الآن، كيف نعم كيف يذهب الناس إلى مساجدهم؟ الآن أنا يا أخي أنا إذا أريد أن أحصل على وظيفة نعم تفضل. ألو يا أخي لا أسمع صوتك. تفضل صوتك أسمعك صوتك ضعيف. أنا أسمعك يا أحمد تفضل. الآن أنا إذا أريد أحصل على وظيفة أول سؤال يسألوني فأنت هل من أهل الشيعة أو السنة؟ نعم. فإذا قلت لهم من أهل الشيعة بحجة لا لما يقولون لا نحتاج إلى موظفين، وإذا قلت لهم من أهل الشيعة يقولون أهلا بك فأنا أتوظف، ولكن إذا كنت من أهل السنة فلا أحصل على وظيفة فعلي أن أذهب أتوظف في عمل أو في معامل عادية أو إلى
التجارة التي تخصني يعني. نعم. فهم لا يقبلون أهل السنة. طبعا يا أحمد يعني طبعا شكرا لك يا أحمد على هذا الاتصال، وإن شاء الله يعني لا يأتيه بأس بعد هذا الاتصال، لكن يعني أنا أوضح بأن بالفعل يعني هناك يعني عداء لأهل السنة في كل مكان من النظام الإيراني والنظام الملالي، لكن أيضا هناك يعني عنصرية موجودة ضد الأقليات الأخرى وضد الشعوب الأخرى، فهذا هو موجود، ونسأل الله أن يلطف بأهلنا هناك وأن يكون في عونهم، ويعني تمنينا أن تكون المشاركة يعني واضحة بشكل أكثر، لكن يبدو بأن الاتصال أغلق. وكما ذكر الأستاذ عيسى في بداية مداخلتي بأن النظام الإيراني يفاخر ويعني يباهي بأنهم يمنعون الاتصالات على مثل هذه القنوات، فيعني إذا كان يقول 100,000 اتصال أو قال 200,000 اتصال لا أذكر، يعني يمنعونها من الاتصال على قناة وصال، يعني حقيقة بأن هذا يعتبر نوع من أنواع الاحتلال يعني حتى على عقوله، حتى من خلال الاتصالات لا يستطيعون أن يتصلوا، ولكن يعني التواصل موجود مع الشعب الأحوازي ووسائل التواصل كثيرة، وهناك بدائل كثيرة ليست أصبحت يعني مختصرة على الاتصالات الهاتفية فقط. الأحوازيين كسروا حواجز كثيرة حتى قبل أن تظهر القنوات الفضائية، كسروا حواجز الصمت والحجب والمنع والحظر والاحتلال والهيمنة من النظام الإيراني، وكل وسيلة حاولوا أن يهيمنوا فيها النظام الإيراني على الأحوازيين كسروها واجتازوها، وأصبح الآن الحمد لله عبر وسائل التواصل أكثر من الاتصالات الهاتفية. معنا اتصال آخر، نحن نعتذر لم نعلن على الاتصالات من بداية الحلقة، ولكن كان يعني منسق الاتصال مع أحد اللاجئين الأحوازيين، وطبعا يبدو بأن يعني خاف على نفسه فاعتذر، ونسأل أن يكون في عونه وفي عون اللاجئين الأحوازيين الآخرين. نجد وهذه يعني إشارة إلى الأحوازيين في الداخل، فيه كثير من الأحوازيين خرجوا ولجأوا إلى الدول في الخارج، وحقيقة لم يجدوا التعاون من هذه الدول، فبالتالي رجعوا أو أصبحت يعني حالتهم سيئة جدا، لذلك لا يخرج أحد من الأحواز إلا وهو على اتصال وثيق بشخص في الخارج أو في المهجر يتولى أمره من ناحية تنظيم ذهابه ومجيئه إلى الدولة التي سيلجأ إليها وتخليص أوراقه وأوراق اللجوء وحتى يأخذ الجنسية، لأن البعض من اللاجئين يذهب، وحصل يعني كثير من الأحوازيين رجعوا وأصبحوا الآن معتقلين في السجون الإيرانية، هم أصلا يعني خرجوا من أجل العيش، وحتى قد يكون التقوا ببعض المناضلين الأحوازيين أو التنظيمات الأحوازية في الخارج، ولكنهم ليس لديهم يعني نشاط سياسي أو نشاط معين يعني يحاولون أن ينضموا إليه، لكن مجرد يعني أنهم التقوا فحصل الاعتقال لمثل هؤلاء، أسرى أن يفك أسرهم وهم كثر، لذلك يحاول الأحوازي أن لا يوقع نفسه ويوقع أهله في حرج. يعني قبل قليل يعني أحد الأحوازيين لاجئ في إحدى الدول متورط، ليس لديه يعني ما يسعفه في مأكله ولا مشربه ولا في حياته، ويريد أن يذهب ويأتي، ولكن لم يتدبر أموره ولم يتأمل في ما أمامه حتى يعني يلجأ إلى دولة هو يعني يريدها ويأخذ الجنسية من هذه الدولة، فلا يخرج أحد من الأحواز ولا يلجأ إلا المضطر الذي قد تواصل مع أحد
الناشطين في مثل هذه المجالات. عموما مشاهدي الكرام، نحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أرجو الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. الحلقة القادمة إن شاء الله سنستعرض في مجموعة من الأخبار، وأيضا سنلفت المتابعين إلى فتح عظيم من الفتوحات الإسلامية وهو فتح تستر. اخترنا لكم بعض الوقفات المهمة عن هذا الفتح الإسلامي العظيم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.